مدام قلنا هذا هو اكيد عرفتوا انا وين. خف جمالي شوي عط غيرك مجال. طبعا طالما انت موجود في نيو ايز يعني راح تكون في قمه الجمال بنظاراتهم الجميله واطاراتهم الرائعه والموديلات المتجدده دائما. والان نهايه سنه فاكيد راح يكون في عرض مو ترند ولا دبل ترند. ترابل 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 ترند. خليكم قريبين. يلا خليكم جاهزين وخليكم قريبين نسمع اقوى. جاهزين يا محمود؟ جاهزين. اكيد اكيد ان شاء الله. يلا جاهزين. نبدا معاكم بالهوم براند. هذه الموديلات رجاليه ونسائيه، موديلات جميله جدا وعصريه، عليها ضمان اكيد يا حبيبي، عليها ضمان سنه كامله، وصيانه النظاره خلال السنه مجانا. المعلن يتحمس لما يكون العرض قوي، لما يقدم شيء مره مره حلو الى المتابعين حقه. اختار لك اي اطارين طبيين، رجالي ونسائي، اثنين رجالي اثنين نسائي، واختار معاهم العدسات. عدسات ايش اسم العدسات؟ بلوكات حمايه طبعا، زائد او ناقص الين 6 درجات. بمناسبه 2024 راح يكون بكم؟ 224 ريال بس يا جماعه. خلني أزوم لكم على الإطارات. الحلو بنيو آيز متجدد، كل مرة تجون تلقون موديلات جديدة. شوفوا الموديلات، رجالي نسائي، شوفوا كيف أشكال جميلة جدا تهبل يا جماعة. والعرض مجنون ما يتفوت. شوفوا عينكم على الإطارات، إطارين مع العدسات ب 224، وين صارت؟ بنيو آيز. طيب أقدر أختار إطار طبي مع إطار شمسي، وبما ان انا النظر حقي ناقص اقدر اركب على الشمسيه عدسات؟ اي يا حبيبي تقدر، اذا الاطار عادي يقبل عدسات طبيه تقدر تاخذ نفس العرض، يعني تاخذ نظاره طبيه ونظاره شمسيه وثنتينهم معاهم العدسات ب 224 ريال بس. ندخل على النظارات الشمسيه. طبعا الشمسيه عندهم حكايه. طبعا ممكن لاحظتوا اخر نظاراتي الشمسيه من نيو ايس. طبعا هذا تصميم نسائي جميل جدا، شوفوا كيف حركتها تهبل يا بنات. وهذا الإطار رجالي مرة حلو يا جماعة. العرض القوي الآن النظارة الشمسية ب 99 ريال بس. لا ما خلصنا حبيبي، خذ الثانية بنص السعر. اختار أي نظارة شمسية ب 99 والثانية بنص السعر، يعني نص ال 99 كم تطلع؟ 49 ريال ونص يا بلاش. هذا من جد يا جماعة العرض ما يتفوت، تخيلوا ب 99 ريال بس. الله، نجرب هذه بنص السعر. نظارات الأطفال حبايبي الجميلين أحباب الله أكيد ما نسيناكم. طبعا الأطفال يستهلكون نظارات كثير فجايب لهم عرض مجنون، وهدول حق الأطفال الصغننين اللي معاهم سيور تجي من الخلف. طبعا متوفر منها عدة ألوان، عدة أشكال، عدة موديلات. شوفوا يا جماعة كيف يهبلوا. يلا خلاص قلنا بالعرض. العرض القوي إطارين مع العدسات ب 199 ريال بس، وعليها ضمان لمدة سنة كاملة. طبعا العدسات راح تكون عدسات حماية. وهذه نظارات السيفتي، يستخدمونها حق السيفتي، يستخدموها الرياضيين، ممكن لشغالين بالرقوق. راح تكون النظارة مع العدسات، لا 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 السعر خطير، 150 ريال بس. نختم معاكم تغطيتنا بهذا العرض، وأنا أقول فرصة شراء يا شباب ويا بنات لا تفوتوا. النظارات العالمية، الماركات الأصلية، عندكم سكيتشر، سوارافسكي، عندكم جيس، عندكم تمبرلاند، عندكم جانت، عندكم أي ماركة أصلية راح يكون عليها خصم 60%، سواء كان الإطارات الطبية حتى النظارات الشمسية الأصلية يا جماعة. إيش رأيكم؟ راح يكون عليها 60%. من جد يا جماعة شيء خرافي. طبعا الفحص مجاني وموجود عندهم أخصائية خاصة بفحص النظر، والنظارة تستلمها خلال 15 دقيقة. عدسات لاصقة. محمود شنو الماركات اللي عندكم؟ عندنا جونسون جونسون دي في الشفاف، الملون موجود، فريش لوك، لينسمي، ديفا، نستازيا، جميع الماركات 124 ريال. 124 ريال جميع الماركات، أي عدسات لاصقة شفاف أو ملون. لا 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 بصراحة نيو آيز عرضهم خرافي. إن شاء الله استمتعتوا معنا بالتغطية. وهذا موقع نيو آيز أبدا ما يضيع، موجود بالقطيف شارع القدس،
مقابل البنك العربي، مقابل الشماسي. رقم التليفون عندكم على الشاشة، وبحط لكم الآن سنابهم وإنستغرامهم، تابعوهم وشوفوا الجديد عندهم.